ذات أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته سوف يظل دائما في مقدمة أولويات عمل الأجهزة الأمنية التي تبذل في سبيل تحقيقه كل الجهود، والتي أسفرت عن توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مسؤول تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة هيكلة لجان العمليات النوعية بنطاق مدينتي الإسماعيلية وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، واستحداث عدد من البؤر والخلايا الإرهابية التي تضم عناصر لجان العمليات النوعية الشبابية الهاربة والغير مرصودة أمنيا، بالنظر لضبط العديد من لجان العمل النوعي للمحافظة وقيامهم برصد وتحديد بعض أعضاء هيئة الشرطة تمهيدا لاستهدافهم. أمكن تحديد وضبط عدد 9 من عناصر ذلك التحرك، وقد أسفر تفتيش الأوكار التنظيمية المستخدمة لتخزين المتفجرات عن العثور على العديد من الأسلحة والمضبوطات على النحو التالي: 2 بندقية آلية عيار 7.62x39، 3 خزينة سلاح آلي، 32 طلقة آلية عيار 7.62x39، 100 طلقة عيار 9 ملي، 3 فرد خرطوش محل الصنع، 3 عبوات هيكلية معدة للاستخدام، وعبوة هيكلية مجهزة، وعبوة هيكلية صغيرة الحجم. كما أكد الفحص اطلاع هؤلاء المضبوطين بارتكاب عدد 29 عملية إرهابية، أبرزها ما يلي: إضرام النيران بثلاث سيارات، إحداها مملوكة لأحد ضباط الشرطة، إضرام النيران بخمس سيارات ميني باص أمام مقر الجمعية التعاونية بالإسماعيلية، استهداف عدد من المنشآت الحكومية، محطات السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية، إضرام النيران ببرج لإحدى شركات الاتصالات، سنترال ومكتب بريد الإسماعيلية، مكتب الشهر العقاري بمدينة القنطرة غرب، وضع عبوات متفجرة أمام ماركت مترو، بنك سي آي بي، مدرستي المنار الخاصة والقديس يوسف. أنا اسمي عبد الله السيد شحاتة محمد، شهادتي عبد الله شحاتة، مواليد 2/2/89، حاصل على بكالوريوس دراسات إسلامية وعربية جامعة الأزهر، ساكن في القنطرة غرب. أنا انضميت للإخوان في تانية ثانوي، بعد كده رحت الجامعة، التحقت بطلاب الإخوان هناك، بعد كده خلصت الجامعة ورجعت هنا، كنت شغال في الطلبة مع الإخوان هنا، نزلنا فعاليات في القنطرة كنت أنا المسؤول عنها، بعد كده تم الاتصال بيها من قبل المهندس محمد عوض عشان خاطر شغل جديد أو همسك مجموعات نوعية في المحافظة. المجمع دي كان هدفها وزرع عبوات صوتية وهيكلية وتجهز نفسها بدنيا وجسمانيا لمرحلة بعد الحسم أو الحسم، والمجموعات دي عملت أعمال نوعية في المحافظة، منها حرق عربيات وحرق العربيات وحرق المرور وحرق القطر، ووضع عبوات صوتية عند وهيكلية عند مجمع المحاكم وفي السلطان حسين. جالنا حد من خارج الإسماعيلية دربنا على التحقيق، ودربنا على ازاي ان احنا نرصد اماكن، ودانا حاجة اسمها التأصيل الشرعي، هي دي الدورات اللي هم اخدوها، وعلى الفك والتركيب ان احنا ازاي نفك السلاح ونركبه. اسم محمد احمد حسين ابراهيم، تاريخ ميلادك كام؟ 24/8/95. نودة عملنا المرور، احكي وقت المرور كده. المرور اللي نزل فيها كان محمد صلاح وشادي وكان عبد الله، ده شادي ده، ومحمد صلاح ده اسمه سنوسي، هو اسم محمد صلاح، وشادي معرفش، وبس هما الثلاثة اللي عملوا بتاعة المرور. وبتاعة القطر كان عبد الله وحازم. عملوا ايه بتاعة القطر؟ وقفوا السلم الازرق ولعوا القطر. والواقعة الثالثة دي كانت الاوتوبيسات. وستستمر أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتكفيف منابع الدعم اللوجستي لعناصرها وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي أعمال إجرامية
تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية.